ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى، فإن الرقى كما أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها إلا أنه نهى عنها، فقد جاء من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والمقصود بالرقى هنا الرقى الشركية والرقى التي تفضي إلى الشرك وتؤدي إليه. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، نهى عن الرقى أي ما يسترقي به الناس. فجاء آل عمرو بن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نرقي رقا في الجاهلية من العقرب، فقال اعرضوا علي رقاكم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفع. وهذا يبين أن الرقى ينبغي أن تكون سالمة، أن تكون سالمة من الشرك، فإذا سلمت من الشرك حصل الوصف الأول المذكور وهو أن تكون لله خالصة.